من الحس الوطني مش كان شعار، بالعكس كان ايمان مننا انه بالفعل الاخ ابو الوليد الاخاري مع اخو ميديا صار نائب جديد، اخونا ابو احمد القائم في الاعمال. والشيء المفرح انه اللي تنازلوا للاخ ميديا ولاخونا ابو الوليد، موجود معنا ابو الامير والاخ امين ابو طرابيط طلع من هنا معلول، لانه كثير راهنوا انه راح يصير مشاكل مش حيتنازل وكذا وكذا. فالحمد لله يعني بنفس اليوم الصبح الكل تنازل والكل بارك، ودل على شيء، بدل على الثقه الكبيره الموجوده بين كل اعضاء الاداره، والهدف واحد وحيد هو المصلحه العامه وخدمه هاي البلد. ففي كل اداره اذا ما كانش حس وطني وابناء البلد الظاهر مش اداره هاي. لا انا بقول سجلها على الجيت، سجلها علي. فاحنا بس اخي رجب اتمنى كيف صار مع هنا وخذنا الحركه الاسلاميه اتوحدوا وبطل جنوبي وشمالي، برضو اجى الوقت من الحس الوطني اللي هن ابناء البلد يتوحدوا. احنا جنوب كل ليالي، احنا جنوب وشمال، فانتوا كل ليالي جميل جميل. واحنا رايحين، اهلا وسهلا فيكم. فاحنا طلبنا منكم، احنا فعليا توحدنا قبل الحركه الاسلاميه، فاحنا طلبنا منكم برضو تتوحدوا، لانه احنا كلياتنا جزء لا يتجزا من هذا المجتمع المظلوم المسحور اللي في نهايه المطاف ان شاء الله بايمانه وارادته بده يحقق الهدف المنشود هو القانون الدولي الفلسطيني الجانب. قول لي شنو حبيبتنا؟ اضحك فجأة برافو عليك لحالك، عليك حق وطني، حق وطني عليك لحالك. طلع لسه بلشني، بلشني خطرية ابو احمد، بلشني خطرية. كنا بنحكي النص والاخ رجع بيحكي النص، لسه كنا بنصور ان شاء الله. الله يا رأي فللامانه مواقفكم مشرفه ومعروفه، ما تكون شهاده ولا واحد. بالنسبه لاخونا ميديا زيارتكم هاي يعني بنثمنها وبنقدرها، واحنا ما قلناش ميديا اكثر منكم ولا الا. فاهلا وسهلا فيكم باسمكم، نبارك لاخونا ميديا ولابو الوليد، وبنتمنى له النجاح في عمله ان شاء الله. وانتم بالنسبه لكم خيا هاي بلدكم وهون اهلكم، بتشرفوا وين تبدكم. وشكرا اخرى مره على الزياره بالهوا سوا زي ما بيقولوا. فاولا انا باسم يعني وفد اللجنه المركزيه لابناء البلد الموحد، يعني مش الحمد لله هذا خبر، هذا سبق صحفي شيخ امين، سبق صحفي يا شيخ امين. يعني بنبارك للنواب الجداد، بنبارك للكل والقدر وكلكم، بنشد عليكم كلكم ان شاء الله انه تنجحوا وتوفقوا. انتم بتشتغلوا بعمل صعب جدا، احنا مالناش شخصيا ماليش طول بال عليه، انا مخضره بالبلديه برضه مرتين كنت بالتسعينات، وهي المره ضربت شغل صعب جدا وشغل مدمن وانا حسب رايي اهم، لانه على الارض هذا بتشتغل مع الناس مباشره، اصعب حتى من العمل السياسي. العمل السياسي بنقول المواقف حتى الان مش كلهم بنقدر نحكي فيهم ولا لا، اما بالعمل البلد لما تكون بدك تعمل مدرسه تبني مدرسه، بدك تعمل شارع تقدر تعمل شارع، انت بتواصل مباشر مع اهل شعبك وبلدك. فالشغل صعب جدا، الناس بحق تتطلب كثير، ناقص كثير. شو في عندنا بالوسط العربي؟ لا من فحم مرتبه ولا سكون مرتبه، لا يعني كثير شغل، كثير ملان شغل. المضبوط هو في البلديات الان على اللجنه القطريه، مشان نحكي سخنين وام الفحم والناصري وجديدي، الاخ محمد كيال كان برضه نائب رئيس جديدي، واليوم في بدال واحد ثاني من يوم الارض الاول 76 وهذا سجلنا. انا حضرت اول مهرجان سخنين وما كانوش ناس يعرفوا ابناء البلد، رحنا كتبنا شعارات في بيت المرحوم سليمان شكور، وهم يخطبوا الرؤساء وفي ناس كانوا يتركوا شعارات بدون كفاح مسلح. بعد ما خلص الاجتماع بطلوا تراجعوا عن نفس الرؤساء. فانا بعد ذاكرتي يعني طريه جدا، حملنا شعارات وقفنا باب، كانت في مدرسه خلص المهرجان وسحبنا الالاف الجماهير السخنينيه ودورنا، صاروا الناس يسالوا مين هذول اللي بيقودوا المظاهره؟ ما حدا بيعرف يا ابناء البلد. فهي كانت اول مظاهره لقضيه الارض، خلت سخنين واحنا التفينا على المهرجان واخذنا المظاهره وسحبنا. فتاريخ بين الوطنيه والعمل البلدي في كثير تماس، وعندنا للاسف الشديد غالبيه سلطاتنا المحليه لا تقودها القوى الوطنيه، صح ولا لا؟
بعد ما 11/1 15/1 من الأرض 76 لليوم النسبة والعدد نفس في يتراوح مكانه. إنه صار تحسن بالتمثيل العائلي وبالعشائر والطائفة في البلاد الأخرى ما بعرف، يمكن صار، بس على المستوى السياسي ما صار. أنا هاي مستعد مسؤول عن الكل على المستوى السياسي، وبالتالي مهم جدا مهم جدا يكون في بلدية بتكون قوة وطنية. طبعا قوة وطنية بشمل قوة وطنية وإسلامية، يعني مش قوة وطنية. فبالتالي من هون بتيجي أهمية إنه بلدية سخنين ومن الفحم والناصر وأي بلد عربي، مين اللي بيدير البلد ومين اللي واقف رأسها، لأنه بصراحة يعني مصالح الناس وقضية الأرض بالذات والمسكن هي قضايا أساسية، والتعليم هذول أكثر قضايا بيشتغلوا فيها في السلطات المحلية، وهذول عليهم المعرض والأرض والثقافة الإنسان والمسكن. توفيق والنجاح. العمل اللي بيفيد الناس هو هي مهمة وطنية من درجة أولى على اعتبار إنه حلنا للهموم اليومية ومشاكل اليومية للإنسان العربي من جزء من ثباته على أرضه وحفاظه على هويته بطبيعة الحال، لأنه إحنا بهيك أيضاً نقاوم سياسة التمييز وغيره اللي هي ضدنا. أهلا وسهلا بكم إخوان، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله رب العالمين. وان شغلة العمل البلدي بعد جمعة بالنسبة لي صار يسافر روس ولا بلدي مهم مش سامي جدا مش هاي في قدامنا تحديات، خاصة أنا بنحكي على نائب رئيس بلدية سخنين اللي هو بنت بالحق أبناء البلد اللي هو جاي الأرضية تاعه أبناء البلد، قدامنا تحديات كبيرة وخاصة بحكي عن مدينة سخنين. في قدامنا شغلة الخدمة المدنية، الخدمة العسكرية، الشرطة الجماهيرية، في كثير شغلات تحديات اللي احنا ان شاء الله راح نكون فيها راح نكون فيها بالمرصاد. انا بشوف انه كعملي اليوم انا كنائب رئيس بلدية وبنفس الوقت انا كعضو في حركة ابناء البلد فيها تناقض معين. ولكن انا بدي احاول الاقي هذا الخط الرفيع اللي حكينا عنه اللي من ناحية اقدر اخدم ابناء شعبي، ابناء بلدي سخنين، بنفس الوقت انا برضو اكون محافظ على المبادئ اللي تربيت عليها في حركة أبناء البلد. فكيف المهمة مش 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 هيني. إن شاء الله بمساعدة الإخوان رئيس البلدية والنائب القائم بأعمال وكل أعضاء البلدية الموجودين هون إن شاء الله راح نقدم الرسالة كيف لازم. والله ولي التوفيق. شكرا لكم. أهلا وسهلا.